بكثير من الاوقات بيكون عنا قطعه ملابس بنحبها كثير وبنزعل لما تتمزق مثلا، وبدل ما نرميها في الكثير من الحلول والطرق يلي ممكن نحن نستخدمها ومن خلالها ما بنخسر القطعه وما بنغير شكلها بطريقه جديده. افكار عديده بهالخصوص والادوات يلي بنحتاجها رح تخبرنا عنها ضيفتنا مصممه الازياء منار الخطيب. يسعد صباحك منار، اهلا وسهلا فيكي. بونجور، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يعني هلا وقته هذا الموضوع، يعني اذا انهرت قطعه او بلشت تنهرها مو وارد ابدا نشتري شيء جديد مع غلاء الاسعار والوضع الاقتصادي. شو اهم القطع اللي لازم نحن نرتبها حسب الاقمشه او حسب القصه؟ خلينا نقول هلا في عندنا حالتين، اول حاله اذا كانت القطعه الماتيريا تبعها دايبه، لانه نحن وقت بنغسل القطعه على كتر الغسيل فهي الماتيريا تبعها بتصير بترق بده، فهي نحن ما بنقدر نستعملها، فلانه يا بتنمش يا بتبهت يا اما وبر. يعني في عده احتمالات، بس القماش سماكته بصير كثير رقيق ونحن بنسميه بالعاميه القماش بتخ، تمام؟ فهي نحن صارت غير قابله للاستهلاك. هلا نحن في نقطه ثانيه، انه الشيء الثاني اللي نقدر نستفاد منه انه اي ديفو صار بالقطعه، مثلا نسخبت او نكب عليها شيء او كلور. نحن دائما عندنا مشكله انه اوقات بتجينا بنكون لابسين قطعه، حدا بيكون نحن فايتين على مطعم او على الحمامات او شيء، بتلاقي انه بيكون عم ينظف تلاقينا اجتنا هي. هلا خاصه بقصه كورونا، يعني نحن نفسنا صرنا نستخدم كلور ونستخدم قصص. مزبوط، فبتلاقي القطعه دغري صارت باهته او ضربت، ما عاد تقدري. هلا عندنا بدائل كثير بانه نحن نعيد تصحيحها للقطعه. هلا نحن بالنسبه للصبايا دائما اسهل من انه نحن نعيد القطعه ونعطيها شيء جديد او رونق جديد او نضيف عليها اشياء جديده، اما دائما بالنسبه للرجاله بنلاقي صعوبه وقت بصير فيها اي ديفو. تمام. هلا بالنسبه للولادي كمان سهله انه نحن نعيد عليها اعاده تدوير. هلا بالنسبه للنسواني نحن فينا الخيارات كثيره بالنسبه للموضه. هلا بالاضافات اللي ممكن نحن نضيفها، عندك اول شغله اذا القطعه بتساعدنا نحن نضيف، اذا كانت فينا نقول اجاها كلور، تمام. هي فيها حالتين ممكن نقدر نشتغل عليها. اول وحده بالتصبيغ، نصبغ المكان اللي اجى عليك، مو كقطعه. نحن فينا اوقات الصبغه اللي نحن نستعملها بالريشه، تمام، ممكن بالكلور نفسه نرجع نكلورها كلها، ما نعملها كلها، نرسم شيء، نرسم شيء عليها، تمام، نضيفها عليها شيء، نفتحها ونغمها، فنعطي عده درجات للقطعه. مو بالضروري انه نحن نعصرها ونعملها، اوقات نحن ممكن نلفها بالخيط ونعطيها شكل عشوائي، تمام، فهو بيجي اسهل. لا، خلينا نحن نقعد تماما. ممكن نحن نضيفها عليها اوقات رسم بالالوان، كمان في عصارات خصوصي ممكن نحن نقدر نرسم عليها. بالاضافه في عندك هلا دارج كمان المواد والاكسسوارات، تمام. فينا نحن نضيف عليها الاكسسوارات المعدنيه، فينا نقول دارج الشغلات الصدفيه. هلا نحن وقت نحن بدنا دائما نعيد تاهيل اي قطعه مضروبه عنا، فنحن فينا نعيدها ضمن اطار تيار الموضه. يعني شو الخيارات الموضه؟ يعني هلا دارج مثلا اللولو، دارج الفرو، يعني ممكن نحن نضيف شغلات لولو مثلا، ممكن نضيف عليها طابات فرو، ممكن نقص قصات فرو ونحطها تلزيق، تمام، ونضيف عليها. نحن عندنا هلا بموسم الشتاء بحكم انه جايين على الشتوي، فكمان نحن الاوقات التريكو هي بالنسبه ان كان للرجاله ولا للنسواني، فبتلاقي بنكش كثير، تمام. هلا نحن في عندنا حالتين، يا اما بالملقط نحن بنرجع بنفوتها وبندخلها لجوا اذا كان ساعدتنا بحيث نكش الخيط، اما الشغله الثانيه اذا كان فيها ثقب فنحن نقدر نعمل رسمه صغيره، شو ما كانت الرسمه، بنفس الخيط او خيط ثاني واي خيط تريكو على حسب سماكه القطعه اللي بدنا نحن لابسينها، نستعمل سماكه الخيط شبيهه لإلها او قريبه لإلها. فانت بتجيب نحن هدول نحن المسلات تبعات اللي بنشتغل فيهم الصوف او الكروشيه، تماما. هلا الكروشيه سناره، في عندك ابره، هي المسلات للمخرز، تماما. فهدول فينا نفوت فيها ونشتغل فيها ونرسمها
رسمي القطبة اللي نحن فيها، يعني كيف كأنك أنت عم تخيط خياطة، ففينا نحن نستعملها بهالطريقة نرسمها رسم للقطبة. حتى هدول بالنسبة للشوز كمان، هلأ بحكم كمان أوقات الشوزات دارجين قماش، أوقات وقت بينزل عليهم بتعرف إنه تنظيفهم كتير صعب. هلأ موضة بشغلة تانية إنه نحن فينا نضيف الرسمات دارج السيلان، هلأ ردرجة البيت الأشياء النافرة، عندك الأشياء بطبش اللي نحن هدول دارجين من لزقهم تلزيق تماما. فنحن هدول كمان فينا نستعملهم بالنسبة للبواط. هلأ خلص خلص فصل الصيف، وهدول استعمالهم صيفي أكثر، فبتلاقيهم يعني بتوسخوا أكثر يعني. فنحن فينا كمان نستعيد إنه نحن نضيف عليهم كمان ضمن طيار الموضة، ما نشتري جديد، نقدر نحن نعمله نحن اليوم، نحاول نخدم القطعة بشي بتناسب معنا وبتناسب مع الموضة اللي نحن عايشينها هلا. رح نشوف نحن وياك والمشاهدين بعض الصور لحتى نحن نعقب عليهم ونشرح عليهم شوي. رح تظهر أمامنا على الشاشة. خلينا نحكي هلا مثل ما كنت عم تقولي على الصوف، هلا عم نشوف هاي القطعة اللي ممكن نحن ضفناها لقطع قماشة جديدة مثل ما قلت اكسسوارات اللي كنا عم نحكي عنها نقدر نضيفها بالطريقة الخياطة اللي كنا عم نحكي عنها، الخيطان الملونة، الخيطان وفينا الاستراس. هلا أي قطعة كمان نحن هي ما حكينا عنهم، إنه أي شغلة نحن صارت موجودة فينا نحن عوض نلغيها محل الديفو ونعمل قصات تماما. هلا مثل هون القميص نحن شو قطعة منه ضفنا مثلا الدانتيل، هلا كنا عم نحكي على الطابات فينا نحطهم بالقرنة. غير هيك هلا هي قصة ثانية، هلا دارج البابيون فهلا نحكي على الفراغات، دارج الفراغات بالقطعه ودارج البابيون. كمان فينا نستعمل البابيون بطريقه، مثلا عند الابي اوقات كثير بنلاقي عند التريكو الدرز مو ما فينا نقول الحبكه اللي بتجي اوقات بتفرط الخيط من هون من عند الابي او من عند الكمام، فهذا الداير بتلاقي سحبتي هيك الخيط فرط، ففينا نحن نستعين عنه بانه نحط اضافات صغيره، او مثلا هلا بحكم انه هي دارج البابيوني ففينا نحط وصلات شرايط ونلزقها ونخيطها نحن بايدنا على داير القبه ونعملها مثل البابيوني. في كثير افكار نحن بس لحتى ما نرمي القطعه. طيب صار واشترينا قطعه جديده تمام، كيف بدنا نعتني فيها؟ يعني شروط غسيل الصوف، هلا نحن جايين على الشتاء، الجوخ، المخمل، هالامور كلها. في بعض الناس الاحذيه الشتويه عندهم كثير تستهلك بحكم انه مثلا طبيعه شغلهم وحياتهم تتطلب مشي بالشارع كثير، كيف كمان تنظيفهم بده يكون؟ هلا بالنسبه للشاموا بشكل عام، هلا في عندك ورقه القصدير دائما نحن، هلا يفضل هو بالشتاء ما يلبس تحت المطر، يفضل دائما الجلد لانه بيعبي مي الشاموا، فنحن دائما بنروح للجلديات اكثر. هلا بالنسبه للشاموا كنا عم نحكي عنه انه نحن لازم ورقة القصدير اللي بيحطوا فيها الهاد هي وما بدها كثير تتوسخ الشوز او الجاكيت. على فكره الشامو الطبيعي ما فينا نقول الهاد الصناعي، الصناعي بينغسل بالمي البارده تمام. بالنسبه للطبيعي فهو بنحطه فيه شوي صغيره، يعني ما بنعطيه كثير لانه هو اساوي لانه هو بيجرح، عرفت؟ فبنعطيه شويه برده مع الفرشاه اللي بتجي مع الشامو ومنحطه فيها، فبتروح الغبره والوسخ اللي موجود على الشوز او على الجاكيت. ما بنغسل الشاموا الطبيعي ابدا بالمي لانه بيبس، بصير قاسي ويابس تمام. فنحن بالفرشايه بالمي نترات مي، وهيك بيكون تنظيفه بالنسبه للقطعه الشاموا. بالنسبه للصوف هلا دائما بالنسبه للسماكات او الرقايق بالمي البارده تمام. حتى طريقه الغسيل التعليق او النشر المفروض ما تكون القطعه منشوره بشكل افقي تمام، لانه المي بتسحب تماما، فشو بتصير بالقطعه؟ بترخي وبتشط وبتصير بتشلف تماما وبتصير طويله اكثر. حتى بالنسبه للقطنيات على فكره هذا الحكي، كل شيء قطن 100% انت وقت بتحطها بتعلقها بشكل شاقولي طولي اجباري بدها تصير هيك. هلا هي كل شيء فيه ليجرا، نسبه ليجرا او بوليستر، فهي نوعا ما بتحافظ على تراوتها او متانتها او الامتطاط تبعها، فما بتعطي نحن هي الهدله اللي نحن عم نحكي فيها.
فهي واحدة من اللي طريقة التعليق كتير مهمة، بأنه دايماً نشوف نحن الستات معلقينهم هيك، نشوفهم على البرنتات معلقين بشكل طولي، فبتلاقي القطعة بعد فترة نزلت حتى بالنسبة للداخلي والقطنيات. هدول من الأشياء الشائعة الخاطئة بطريقة النشر للغسيل. في كمان المخمل مثلاً. المخمل مي باردة وما لازم ينحط كتير، يندار كتير بالغسالة. هو يفضل نقى تمام، لأنه أنت أول شغلة المخمل الوبر تبعه، هلأ في أنواع مخمل بيعطي وبر تمام، فأنت وقت بتحطه مع أنواع تانية بالغسيل بيعطي القطعة التانية بالوبر تمام، خاصة يعني. إذا حطيته مع بناطلين كتان تمام، فبتلاقي كله موبر البنطلون أو قطن، نطفة قطعة المخمل التانية هي التانية اللي أخذت هذا. فدايما يفضل تنحط القطعة لحالها وتنقع يعني ما تنحط بالغسالة، لأنه بالأخير إذا كان رقيق المخمل فبتلاقيه يكرمش، فبتلاقيه ضب. أما إذا فيه سماكة فبتلاقي فيه وبل. وعلى فكرة حتى الصوف كمان، هلأ دارج صوف المهيرة تمام، فما لازم ينحط مع أي قطعة لأنه كله بيعطيه وبل بالنسبة لهم تماما. يعني ممكن تفاصيل صغيرة نحن ننتبه عليها، نحافظ على القطع الموجودة عندنا أكبر وقت ممكن أكيد. وإذا تعرضت لأي مشكلة مثل ما حكيتي لنا منار، ممكن نحن بشغلات بسيطة وصغيرة ممكن نرجع نعمل إعادة تدوير لهي القطع الموجودة عندنا. ختاما ما ضل غير نتشكرك ونتشكر وجودك معنا لليوم والمعلومات اللي كلها قدمتيها. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.